أهلا بكل متابعين بوابة الأهرام. في الفيديو ده هنتكلم عن توقعات الأبراج أو توقعات الفلك لبرج الحمل خلال السنة الجديدة سنة 2022. مواليد الحمل خلال سنة 2022 هيكون عندكم سنة عنوانها كده سنة الثقة بالنفس، عندكم منتهى الثقة بالنفس، وعندكم كوكب المشتري اللي هو كوكب الحظ على غير المعتاد هيكون في برجكم من أول يوم 11/5 لغاية 28/7 بيدعمكم، لأنه هيكون في مسيرته الأمامية في الفترة دي. وبالتالي كوكب الحظ لما يكون في برجكم بيديكم طبعا فرص غير متوقعة. وانا ليه بقول انه على غير العاده؟ لانه هو الطبيعي لكوكب المشتري انه بيدخل في البرج يقعد سنه، لكن السنه دي الاختلاف ان هو من اول السنه في برج الحوت، مش هيكمل السنه كلها في الحوت، لا هيجي لكم مخصوص يديكم شويه حظ من اول يوم 11/5 لغايه 28/7. فدي طبعا حاجه جميله في الفتره دي، ممكن تكونوا الاكثر حظا في كل حاجة، في الشغل زي ما قلنا تظهر فرص غير متوقعة، في الفلوس نفس الحكاية، في الحياة العاطفية كمان من السهل لو انتم مش مرتبطين تظهر لكم فرص كويسة للارتباط، ولو مرتبطين هيكون في كمان ده وقت كويس جدا لتحقيق تفاهم وتواصل افضل مع شريك الحياة او الشخص اللي انتم مرتبطين به. في وقت كمان بعد كده حلو جدا بالنسبة لكم المريخ. المريخ برضو على غير عادة المريخ هيقعد 6 شهور في وضع داعم بالنسبة لكم. المريخ عموما طبيعته انه بيقعد 1.5 شهر في البرج، لكن السنة دي هيدخل برج الجوزاء في يوم 20 أغسطس ويقعد 6 شهور. وجوده في برج الجوزاء ده بالنسبة لكم حاجة رائعة، من أول 20/8 لغاية 30 أكتوبر، ده وقت حلو المواليد الحمل تقدروا خلال الوقت ده إنكم تعملوا انترفيو، يعني انترفيوز موفقة، أو تعملوا لقاءات مهنية موفقة، تعرفوا في الوقت ده إنكم تبرزوا مواهبكم، عندكم لباقة ودبلوماسية، عندكم يقظة ذهنية وسرعة بديهة، وتعرفوا توصلوا لأهدافكم وتلتقطوا الفرص. كمان لو انتوا في مراحل دراسية من اول 20/8 لغاية 30 أكتوبر، دي فترة فيها تركيز أكتر وقدرة على تحصيل المعلومات بصورة أكتر. ده بالنسبة لكم الأوقات اللي فيها حظ كمان. بس في أول السنة في كمان أوقات حلوة، يعني احنا بدأناها من أول 11/5 لأن المشتري هو البطل من أول 11/5، لكن في أول السنة كمان مش وحش، بس من أول 6 مارس. من أول 6 مارس فينوس والمريخ هيكونوا في وضع داعم ليكو، وده هيدعمكو عاطفيا، ده في الحب بقى. من أول 6 مارس ممكن يبقى فيه تفاهم أفضل مع الشريك الحياة أو مع الشخص اللي انتم مرتبطين بيه، واللي مش مرتبطين عندكم فرص كبيرة جدا للارتباط ابتداء من 6 مارس وطول شهر 4، يعني شهر 3 وشهر 4. في فرص للارتباط خصوصا ان ممكن تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب، ده يعني من الناحية العاطفية. بس في وسط ده كله في شرط مهم جدا طول السنة لازم تكونوا متمسكين بيه، هو السرية والكتمان، عشان بس تعرفوا تستفيدوا بالأوقات اللي احنا قلناها دي. السرية والكتمان انكم ما تعلنوش خططكم، تبعدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم. يعني انا عارفة انه مواليد الحمل معتدين بنفسكم وبتحبوا انكم يعني تفتخروا بكل حاجة عملتوها، بس ده مش في صالحكم ابدا طول السنة، يعني من اول السنة لغاية اخر السنة حاولوا انكم تبعدوا عن الفخر بنفسكم وبانجازاتكم، وما تعلنوش ابدا خططكم. وان شاء الله هتكون سنة سعيدة عليكم، وكل سنة وانتم طيبين.